هذه الفوضى أو هذه العبارة اللي قلت ديال الفوضى فإنها آتية أو نتيجة أو تعكس عقول السائقين اللي ما عندهم غير على هذه الأمة، وهذا هو اللي كنعرفه. أن السياق المثالية، شنو هي السياق المثالية؟ هي أخلاق وسلوك، ولمحاربة هذه الآفة ديال الحوادث السير لا نحتاج إلى تطبيق القانون ولا ولا، ولكن هناك شيء أهم الذي يجعلنا أن نطبق القانون. هذا القانون اللي عاد غنذكروا عليه بأنه هناك الكثير من يعتبرونه أنه قانون وضعي لا شرعي. ومن هو الشيء الوحيد لنعول عليه لكي نحارب هذه الآفة؟ كما قلتم أنتما، هذه الفوضى وهذا، خصنا ضمير، خصنا رغبة، خصنا إيمان. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن طريق صدقة. وهناك كثير من المسلمين الذين يريدون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويدعون أنه مسلمون وهذا، ولكن لا يمطون عن الأذى عن طريق. إذن إماطة الأذى عن طريق فهي صدقة، وهي من أجمل، لأننا نقول أن أعلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو لا إله إلا الله، وأخرى هي إماطة الأذى عن طريق. إذن هنا ضمير في حاجة، كلنا في حاجة إلى ضمير في مستوى الغيرة والمواطنة والرغبة في حماية هذه الأمة من كل ما يؤذيها. وأنتم كتشوفوا الحمد لله، كما نجد في غالب الأحيان هناك بعض المغاربة الذين هم في مستوى لا يستطيع الإنسان أن يذكره في عليين، أنهم عندما تتحدث عن آفة لهذه الأمة، مرض أو حادثة أو آفة أو طبيعة وأشياء، تلقاهم يغيرون ويبكون ويحزنون ويتملون، أو يقفون أمام الله سبحانه وتعالى يسألون السلام من هذا الشيء. إذن هنا كنلقاو كما نجد في غالب الأحيان، وأقولها من هنا ومن هذا المنبر، أنا كنجول المغرب سنويا 80-90 حتى 100 مدينة في المغرب، وكل ما اكتشفت أن هناك بعض الناس اللي كاينين في مدن أخرى أو بلاد أخرى ويتوصلون برخصة السياقة وهو ما دخلش حتى المغرب. إذن هذه مخالفات، هذه جنايات. أنا غادي ندير جولة في هذه المقبلة عبر التراب الوطني مع الفريق وبإذن من السلطات المعنية، باش أي مدرسة ديال السياقة أو أي رخصة ديال البطاقة ديال المهنية تسلم برشوة أو تسلم بدون تجربة أو بدون امتحان أو فإنها ستكون مخالفة، اللي غادي داك المدرسة غادي تسد، أو اللي عطى داك الورقة سيعاقب. هذا هو الرأي اللي قلت لك أنا، العقليات. لأن شنو هي العقليات؟ هو أولا الإنسان خصنا نعرفه أننا في هذا الظرف الذي نعيشه، والأسباب الأساسية كما وقع ورأيتم في ذاك القنطرة اللي دخلت منها كاميو، أو ذاك الكاميو اللي خرج على الطريق وقتل واحد 4 ولا 5 ديال الناس، أن الإنسان كان لقى السيد عنده البطاقة المهنية ولا يطبق ما في أو على ما تحتوي ذاك البطاقة، أو شنو هي الدروس اللي كان اللي معطيها في ذاك البطاقة. لأن هنا أنا كنسأل كما سألت أنا ذاك السائق، قلت له أشنو هو في هاد القنطرة اش كيديروا؟ ما عارفش العلو شحال. إذا عندنا البطاقة المهنة خصنا هي اللي غادي تكون سبب، أو الدراسات أو المعلومات أو الشيء اللي كنعطيهم عبر التراب الوطني، توعية وتحسيس وكذا شيء، لا في المساجد ولا في المحطة الطرقية ولا في المدارس ولا في المدرسة ديال السياقة. خاص الإنسان يطبق ذاك القانون، وذاك القانون راه إلا طبقوا راه نال جزاء من الله، لأن قانون السير أو هاد الإشارات راها ماشي وضعية. وتعلمون كما قيل أو يقال في الإسلام: أينما تم المصلحة فتم شرع الله. إذا طبقت قانونا ما، ستوب أو الفروج أو مضوب الشاي أو السرعة أو الحيطة والحذر، فإنك قد طبقت شرع من شرع الله، لأن أينما تم المصلحة فتم شرع الله، وأينما شرع الله فتم المصلحة. إذا كنا وحنا عاد كنشوفوا بأن هذا البلد اللي على عاتقنا، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديهم تهلكة. إذن إذا طبقنا هذا القانون راح نمشينا على ما أمرنا الله به، ولكن إحنا كنعرفوا بأن هذا المغرب ديالنا راه في حاجة ماسة لمحاربة هذه الآفة. أش هذه الآفة؟ لأن حرب قادرة تهاجمنا بشراسة، وهي اللي كتنشر المآسي بين الناس والأسر وكتشتت الأمم. إذن إحنا كنعرفوا أنها كذلك أنها تضيع الاقتصاد الأمة،
إذا يجب على الجميع والمغرب كل واحد من مكانه أن نقف وقفة تأمل لنساهم جميعا بكل روح المواطنة وبإحساس صادق ودافق في القضية الجماعية المجتمعية. يا أخي الفاضل المحترم، خصنا نعرفه أنا ماشي من جهة هنا ولا من هنا، أنا ما كان عارف سياسة وأنا ما كان ندخل في فادشون، ولكن كيف تريد أن نداوي مريض؟ باش غادي نداوي داك المريض خصنا عملية، خصنا جراحة، خصنا ماديات، خصنا صرف، خصنا في اختبارات، خصنا. إذا هنا ما يمكنش هاد المدينة غادي تزيان في واحد الوقت اللي جاي بلا ما غادي ندوزو من هاد الماء. ما يمكنش، ما عندناش خاتم سليمان، لأن لو عندنا خاتم سليمان غادي نبربو خاتم سليمان وداك الشيء غادي يتصوب في ليلة وضحاها. ولكن ما يمكنش، حنا راحنا دزنا في مراحل، كما أنني عندي 72 عام، أنا في الستينات والسبعينات راه دزنا من المراحل اللي حنا كنشوفوا فيها دابا مدينة الدار البيضاء أو المدن المغربية كلها مهيئة وغير فيها شي أشياء، ولكن دابا هناك تحسينات، هناك أشياء تضاف. نعم هناك خطأ فادح ألا وهو التماطل في العمل، وهذا التماطل في العمل هو اللي كيطول المسافة أو الوقت باش كتصوب هاد الطرقات أو هاد الترمواي أو هاد الأشياء أو هاد القنوات. إذا هنا كيخص الإنسان يصبر ويتسامح ويساعد ويعرف بأن سيأتي يوم اللي غادي هاد الأشياء كلها غادي تزول. ولكن كما قلت لك هاد الموضوع ديال السلامة الطرقية أو محاربة هاد الآفة ديال حوادث السير اللي كتاخذ عرفتي شحال من أرواح كتاخذها سنويا، من 4000 حتى 5000 حتى 80000 جروح خطيرة، حتى تقريبا ما عرف شحال من مليار ديال 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 الدرهم كتمشي كلها اللي يمكن لها تساهم في التقليص ديال البطالة أو كثير من الأشياء. لأن كلنا خصنا نديروا يدنا يد في يد. كما قلت لك شكون الدرجة الأولى؟ الدرجة الأولى خاص العلماء، وكل ما أقوم به أنا مع رؤساء المجالس العلمية أو العلماء في كل المدن بين العشاءين أو في مساجد أو في محطات، أو نقوم بتبليغ أو ترسيخ قيم المعاملة والتسامح والتسامح. لأن هناك بعض الحالات الغريبة أنك تعرفوا بأن السياقة، أشني السياقة المثالية؟ هي أخلاق كما قلت لك وسلوك، ولكن السياقة المثالية أشني؟ هو الإنسان يكون في المستوى أنه يحمي نفسه من أخطاء الآخرين. لأن منين يخرج الإنسان من داره وناوي بأنه ما يضيعش منه حقه، والله لن يصل، لأن راه هناك تسامح. كان بعض الإنسان كيكون سائق وكيشوف الإنسان داله حقه كيتسامح ويصبر ولكن من الحال. وكاين السائق السياقة المثالية التي يجب أن نعلم أن السياقة المثالية أشنية؟ هو الإنسان تطبيق القانون طوعا لا كرها، وهناك من يجدون في هذا الطوع لا كرها أنسهم ودتهم ومتعتهم، ويسهمون الإسهام الكبير في تنمية الأمة ومحاربة هذه الآفة وحماية البشرية. لأن من قتل نفسه من غير أو قتل كأنما قتل الناس جميعا. إذا خصنا كلنا نكون عندنا ثقافة باش نحميو نفسنا ونحميو الناس. إذا كما قلت لك أننا خصنا نكون عندنا ثقافة أننا منين نخرجوا من منزلنا نكونوا حنا اللي بعقلنا والآخرين كلهم نظنهم بأنهم ماشي في المستوى باش نحميو نفسنا ورجعوا سالمين. وهناك حالة يجب على الإنسان يعلمها كل المغاربة وكل السائقين، أن السياقة كما قلت لكم مثالية هي أخلاق وسلوك. ولكن من الحالات الغريبة التي لا يقبلها طبع سليم ولا شرع حكيم أن تتحول السلوك ديال السياقة السليم إلى قلق وغضب وتضايق وسب وشتم. ولكن هناك بعض الناس الذين يحترمون هذا القانون كما قلت، تتحول سياقتهم وحالتهم إلى حالة يحترمون بها القانون، ويجب أن يعلموا أنهم هاد الناس هادو لا يبنون ولا يهدمون، يحسنون ولا يسيئون، يصلحون ولا يفسدون، ويساهمون في سلامة هاد الأمة وسلامة المواطنين والسير بهاد الأمة كما يسير سيدنا نصره الله الذي وصل ليله بنهاره بهاد الأمة إلى أعلى مستوى الأمن والأمان والاطمئنان. أنا أضيف وما أضيف فهو مهم، أننا رجال ديال الإعلام أو المؤسسة ديال الإعلام ما نحملوهاش المسؤولية ولكن ما نعفيوهاش منها. وهذا ما يفرحني، أنا دائما كنت أتعامل مع
الإذاعات والتلفزات المباشرة والصوتيات السمعية، ولكن أنفس بريس عندي في درجة خاصة، لأن منذ بدأت هذه منذ سنين هذا الموضوع ديال السلامة الطرقية ودراسته وتكوينه وكذلك المحاضرات عبر التراب الوطني، كنت وجدت أن أنفس بريس في الدرجة المرموقة للمساهمة في هذه محاربة هذه الحوادث السير التي هي كما قلت أنها حرب قادرة تهاجمنا بشراسة.